Let's show, with you, yeah. Hey, 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 hey. واو، هذا اكو بس اقل من 13 تمساح من عنده بكل العالم، لان ابيض يكون وما يصير يحطوه بالشمس لان يحترق جلده. Hello guys, welcome back to my channel. Hi, how are you? Good morning, صباح الخير. بس قاعد من النوم. لا صباح الخير. لا صباح الخير، الساعة 10 الصبح. اليوم راح ناخذكم ويانا بيومنا نشوفكم شنو راح نسوي. هسه احنا بطريقنا الفارم، مزرعه مال اليجيتورز اللي هم التماسيح، مو التماسيح هذول الصغار الكتاكيت، نو نو نو، راح تكون تماسيح كبار. اول مره بحياتي راح تكون لي يعني كونكشن قريب ويا التماسيح. بدنا نشرب، انا دا اشرب ايس لاتيه وعلي دا يشرب كابتشينو. جايز يمكن هاي اول مره تشوفون شعري هيك، طبعا حاطته هيك لان شعري كل شيء ما مسويت له، ومثل ما قلت لكم قعدنا من 9 الصبح ويعني ركض ركض، ما ادري انا علي ليش دائما هيك. يعني كنت اقدر اخابرهم البارحه، خابرتهم اليوم الصبح اول ما قعدت، ما توقعت بصراحه يسدون ب 12. هم قاعد يسدون انه عندهم كونستركشن، اي يعمرون. طبعا المنطقه حلوه فيها خضار كلش قوي، بس احنا كاين اب ان ذا ميدل اوف نوير هسه، مع انه احنا مو كلش اصلا بعيدين عن هيوستن. On an entrance. Yeah, I'm too. Boy, so cute. Smells like fish. عندهم محل زين وينهم؟ أول عراقيين حنكون هنا. Yes. إن شاء الله مو الآخرين. بغداد. جايز اللي يجي لهنا ومن العراق بشرفكم حطوه، حتى المره الثانيه من اجي اشوف كم واحد لازم نمليها العراق، لانه حتى انا حطيت وحده على بغداد. باعوا اسرائيل كلها مليانه، اسرائيل ايران مليانة. لازم نملي العراق، العراقيين لازم يجون هنا. العراقيين احنا ترى بعزت سلحفات كبار هذولي. صراحه جايين على، احنا جايين على التماسيح بس اشوفكم السلحفات. واو كمين فاست، هاي كلش كبيره. Cheese. The fact they're moving like this is so amazing. How old do you think this is? Oh my, هذولي حبيبي they're just chilling. No way. Oi. اجاني اجاني. لا الله يلعنه. علي لا تحاول لا تحاول، اعرف هاني كل زين، ام سيف، لا تحاول. علي كل شوي يحاول يطخ رجلي حتى يخوفني يعني. لا لا لا. هاف هاف. دي اوكي قوية، شنو هاي؟ دقيقة انا ايش ما ماتي اول، وراها انت ايش ما ماتي. اوكي. That's it. عبالي راح يقموز يلعبني. علي ايش قد كانت الدخولية؟ هي الاكل مالتهم 40 دولار. اثنيناتنا؟ ايه. كيسين اكل للتماسيح والدخولية ب 40 دولار. اتس نوت باد. ويتركوكم تتمشون بوحدكم، ايش مسوون وين تسوون؟ اجا اجا هذا هذا شكله فعال. He's big. معانيش قد قريبة. حدودي. ما يقدر حتى لو يقمز ما يقدر يعبر. وش راح يسوي؟ ما يقدر كل شيء يسوي. Alligators feeding area begins here. Guys. مكتوب feeding area begins here واحنا من هناك كنا نلقهم. انا مكليهم. من هناك كنا نوكلهم. ما ادري. طبعا علي يخاف بس انا ما اخاف. ايه علي خاف. اوه يعني دام شي فوقه عبالك. اوه يعني بعد اكبر. لا 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 هو في ايه. ما ادري اذا تشوفوه لو لا. هذا
ده تشوفوا علي شمر اللي أكل بالكت يطلع إيه أنا طلع وعوش كبراتي واو بوي بيج بوي بيج بوي قسمهم لا تطه ياكلها صدون لا فوقها ترجع له he's fat he's fat هذا ابيض واو هذا اكو بس اقل من 13 تمساح من عنده بكل العالم لان ابيض يكون وما يصير يحطه بالشمس لان يحترق جلده عيونه زرق جايز اللي 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 شاف المسلسل على نتفليكس ما اريد اقول اسمه خاف عبالهم دا احكي عنهم بس هاي الحياه تقريبا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء عايشين هم بس ما تماسيح لا 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 باع الخنازير السود هذول السود لا ريحتهم ابد يعني اي كانت ليش واثقين انت حرام انا احب الصغار انت حرام هاي شكلها حامل Are you حامل؟ Maybe. You pregnant? They're not lazy. هذول الكروكودايل بس صغار بعدهم. بس هذا يعني. الأفريقي. هذولي من النيل. عندهم 10 صغار تقريبا بعدهم ما كبرانات. بس واحد كبير وأصور الباقيات كليتهم صغار. هذا شكلهم شوية يفرقون الكروكودايل. تشوف إنه وجهه شوية أضعف عبالك. إيه. علي. ما عندي ايش قد حلو اصورك بعد المنظر ايش قد حلو صورني روح اكو هناك كروكودايل بس هم صغار واو ذات از بيج ذات از بيج از شيت هذا كبير حلو تنتظر اللي وكله من هنا يب قال لك اني فيرست ان لاين شكله يختلف وعماته الاشياء طالعه اكثر بق ديناصور اي والله هذا يمكن ديناصور اريد اشوفهم بقى نيوني مع الدخل يسبح حس يجوش والله الوضع قد حلو اي كلش حلو يعني علي ما يستوعب تراكو نطلع عينه What should we call him? Alvaro. Jafar. Khitel Jafar. Where are you? Did you wait? I don't know. Where are you? Where are you? Where are you? Say it. Wow. Wow. Bro, look what he came out. Wow. Bilbil, come on. Bilbil. What do you mean? Bilbil, not bro. Please come out. Bilbil. بلبل تشوفوه؟ بلبل لحمة هاي لحمة تعال بلبل بعده يطلع شوية شوية مع بلبل تعال بلبل جعفر ألفارو جعفر 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 مين such a stalker علي سويها بعد 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 شو رأيك؟ لا. لا. وين رجل الثانية؟ لا. Oh my god. علي بعد. وعش كبراتي. ما شاء الله. واو. Bro. طبعا معصب يمكن على علي. يمكن فد شوية يقمز علينا I don't know وش في حطتنا مية الحلو هنا انه صدق يطوهم اماكن كبيرة بصراحة اي ودي يكبرون بمالتهم مزرعة اكثر واكثر يطون للحيوان مكانه ناقا حيجيبون يسموها ما سمعت انا ايش قالوا شنو؟ شو the fuck up؟ يا حيوان برو شكل حقيقة
She's so cute, حبيبتي. والله شكلها يخبل عيوني صاروك. Hi. Oh, we have a friend. Oh, they all came out. كلهم أشكالهم غريبة حلوة. هلا لك تعال شنو الشعر تعال 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 هذا مسوي أمبري هذا عطواني عطواني she's pregnant خب علي حيوان يشوفه حامل والله شنو يعني ليش كبرها ما أدري بس ذيك هم بطنها هيك من ذيك الجهة أصور مو هيك والله يها سرونج دايت لا تميلي إيش على السعبوج هاي 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 جاية تعرف شنو الأخبار هاي لطيفة حامل علي ستاب هلا بالشعرات طفل شعرات هاي خلينا نروح ندور بعد تماسيح لسه وصلنا للذكاء واو واو ما شاء الله شو اسمه علي؟ ليمر ليمر؟ علي شنو؟ عبالك إنسان ليمر هذا كلش excited He's very excited He wants to get out Yeah, he wants to Why are you doing that, bro? Wow شبيك ليش تخوفني؟ Sounds like it fucking hurt كلش حابتها ترى طبعا يا ترى هي حابتنا هي اجتي من نوك باي شلي باي للمعزات بس راح اموت من الحراره it's so hot والله That's his son? Yeah. Wow. His son. هذا صوته. They يغسلون مات المسبح basically. عبالك ديناصور. كلش حارة. ساعة بيش ترى يسدون بطناش. بعد بالفيش شكلنا شلون يفرق تعباء. وبالشمس شلون؟ شيش يفرق والله صح؟ عبال مكتوب عبال مكتوبين بالشمس اي طبعا لان يعني كليتها شادوز شنو؟ اجتي فشي هنا منه وطار شنو يعني؟ اوكي اوكي نو ثينجز ار جامبينج ليفت اور رايت هو هيدا عفيت ما عفيت كلها ايدكم هاي يا جايز راح نركب السيارة خلصنا رحلتنا لليوم طبعا هسه وصلت يم الباب وجايين ميل هنا تركي طبعا هو شورت واحد لان باقي الاشياء اوريدي وصلتني طبعا بعدني عرقانه والله شورت مال ركض اللي يعرفني يعرف انه انا اركض فاحتاجيت اني اوصي شورتات مال ركض طبعا دا اغسل ايدي لان راح ابلش اسوي ريوق لان انا وعلي من طلعنا من البيت ما لحقنا كل شيء نسوي حتى مكياجي بالسياره بسرعه سويته طبعا انا وعلي دائما نحط هالابينيو بالبيض مالتنا لان كلش طيب يصير التوميتوز هن راح اسويها بهاي الطاوه راح احط شويه افوكادو اويل هذا عندي اللحم اللي قلت لكم عليه مال برجرز هذا اشتري من الـ HEB طبعا هو يكون اوريدي مطبوخ بس مجمدي فاني بس هسه اقطعه واحطه ويا الايج اول شيء اسوي اكيد هذولي اطبخهم اطبخ الهالابينو والطماطه اطبخهم طبعا هسه راح احط تقريبا 6 بيضات احط هسه اللحم بس شويه اطبخه
هسه راح اضيف الايك. مرات اقلبها مرات ما اقلبها، ما ادري اذا اريد افشل نفسي حاليا واقلبها لان يعني بعدها ما مطبوخه. ما اريدك اخربها بس عمك يسويها اويل ما اريد على الحلوه. ايه لازم شوف وذي وياها. اي 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 والله مو ايش مسويتي صراحه. سوي حموز لازم 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 مثل المقلوبه جايز راح تعملوها مثل المقلوبه. Beautiful. طبعا هسه راح انظف المواعين حتى وراها اروح اتسوق. طبعا غيرت التيشيرت مالتي حتى اروح للسي في اس لان اريد اشتري شامبو كونديشنر وباري واش كان لازم اشتريهم من البارحه بس نسيت، رحت للجروسري ستور ونسيت اصلا اجيبهم بس لازم اروح على سي في اس والجرين. طبعا لازم نلبس الماسك. خلي اروح بسرعه اخلص اشيائي وارجع لكم. اشتريت اشيائي طبعا كومو منكم من دي يسالوني عن هذولي الماسكات، طبعا عندي اللينك راح اترك لكم اياه جوا بالديسكربشن بوكس. خلي اشوفكم شنو جبت من السي في اس. جبت هذا الشامبو والكونديشنر، فهذولي انا مجربتهم مره وكلش حابتهم فهسه اشتريت من عندهم. ماتريكس بايولوج، وهذا طبعا الباري واش اللي انا استخدمه من افينو. لوشن هم مالتي راح يخلص، هذا الافينو، هذا البادي واش غسول الجسم، وهذا البادي لوشن لوشن مال الجسم هم استخدمه من افينو. واخر شيء جبته هو هذا من داوني اللي هو رينكل ريليسر. بيسكلي اذا الهدوم مالتكم مثلا متعقده ترشون عليه من هذا ويصير عدل، يعني مثلا هنا تشوفون هاي التعقدات بس ترشون شويه وتروح التعقدات. That's it guys، هي هاي الاشياء اشتريتها، هسه راح اروح اسبح. رجعتكم بشكل جديد، طبعا سبحت نشفت شعري قعدت استراحت مسحت اظافيري يعني سويت هيك اشياء بالبيت، وهسه راح اروح وارجع لكم من اخلص. جايز طبعا هسه اجى علي علي بسرعه حطيت مكياج وبدلت، راح نروح على مكان نضرب به طلقات يعني شوتينج رينج. طبعا اجينا ولازم نعبي استثمار يعني استماره. طبعا اجينا ولازم نعبي استماره قبل ما ندخل. I'm done. لازم نختار واحد من هذول الصور نضرب عليها، فراح نختار هاي الحمراء مكتب عليها 1 2 3 4 هاي اللي راح نضرب بيها. من اضراتنا هاي حتى نسد اذننا ونسمع الطلقات. طبعا ازدحام طبيعي. السلاح مالتنا اللي اشتريناه والله ايش قدوته. طبعا علي اشترى حتى انا اقدر استخدمه بسهوله. Already loaded. طبعا ما اعرف شنو صار، الصور خلاص ما هي مالتنا 10 دقائق خلصت فلازم باكر نرجع. باكر يلا مو
كلش زعلانة أنا. باكر أجي شوتينج وأشوفكم قايز. مزعل مناظر صح علي؟ علي كلش حاب لا بصراحة حلوة عليك. That's it guys. علي ضرب له شوية فرح نفسه يعني فرحان وباعو وأنا علي شافني الابتسامة. باعو الابتسامة فرحان. أنا باكر أجي نسوي شوتينج. I'm so excited لأن ما ضربت ولا طلقة guys. بس يلا باكر ما يخالف. It's okay it's okay. Guys طبعا هسه إحنا ثاني يوم هسه بدلت اتجهزت وراح نطلع نروح شوتينج again. البارحة ما قدرت أضرب ولا طلقة. فأشوفكم هناك. هيجي لبست خلي أشوف لكم. بايكر شورتس هذا الحذاء وهذا البلوز and then we're going. يلا علي علي هنا نلبس حذاء أو نطلع. طبعا هسه وصلنا للمكان اللي أنا وراي ما أدري إذا تقدرون تشوفوه. طبعا هذا المكان غير عن المكان اللي رحنا للبارحة فخلني نشوف شنو الإجراءات اللي لازم نسويها. هو دائما لازم توقعون أوراق قبل ما تدخلون. بعد شلل كبراته اللي جاهزين لازم يملينا معلومات. طبعا بتارجت اللي هنا عندهم يضحكون كلش على تارجت. علي which target I think I like this. هاي كلش كيوت. علي رح ياخذ هاي التن وانا اخذ هاي. تسمعوا صوت الطلقات. طبعا كلش متحمسه هسه. لازم نلبس مالتنا مال اذن مثل اللي لبسناهم البارحه. يلا ندخل. طبعا يمكن راح ابلش اعيط لان ما دا اسمع صوته. شيت هذا شيء كلش بارد. مش قوي المسدس هيك كله هيك. علي دا يقول على المسدس انه ردة فعل كلش قوية. هاي لازم تكون ببالك يعني هي مجمعين هيك شيء. هاي هذا يكون لازم اعلم هاي. اوكي. وهاي تشتغل بس ببالك. صار لي ساعة دا أحكي وأني أصلا بدا أصور. جايز ويانا المكان وإحنا خلصنا. ها هي تونسنا طبعا أكيد 100% راح نرجع لهذا المكان. و that's it guys. أخذناكم وشوفناكم شنو إحنا سوينا البارحة واليوم. أتمنى تونستوا بهذا الفلوج وحبيتوا. علي ما أدري ليش مصر مينزع المناظر. حلو صراحة شكلي حلو. و that's it guys. إذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا ويانا لا تنسون تسوون thumbs up. وإذا أنتوا لحد هسه ما مسوين subscribe لا تنسون تسوون subscribe. هنا أنا راح أحط لكم إياه subscribe. ويا وأنا أحبكم كل شيء هواية وأشوفكم على المرة الجاية. طبعا شعري إرادة تعديل من أنا but it's okay. bye.